استغفر الله العظيم. العيال بقرا عادي الان وهم مش في بالهم حاجه ولا دايمين يجيبوا لي هدايا. ما انت عامله لنا في الغدا النهارده؟ مش عامله لكم حاجه. احنا جعانين. احنا جعانين يا ماما. كله بجد ده معيش. يلا انت هتعيطي ولا ايه؟ عيطت ايه؟ انا القلح. ماما يلا خلاص. ماما قومي يلا عشان تجهزي الغدا. لا كله بجد. احنا عمالين جبنا 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 جبنا. ايه؟ العيش احلى جبنا في الثلاجة. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. الناس بتعيد الام ده عليا. لا انتوا مش جبتوا له هدايا ليه؟ عادي العيال مش داوين حاج. انا هكشفك هروح اشغل اكشفك. انا هشغل غنيتي انت لحبيب ممكن احسه على دمهم من بعد. يلا كده فيديو بتاعنا خلص. باي باي.